إضافة رابط موقع إلكتروني URL. انشئ ارتباطا لموقع إلكتروني في أي منطقة محتوى لتوفير وصول سريع إلى أحد المصادر الموجودة على الإنترنت. في نهاية هذا الدرس ستكون قادرا على: أولا، إنشاء رابط لموقع إلكتروني. ثانيا، إضافة عنوان الموقع الإلكتروني للرابط. في البداية، اذهب إلى أي منطقة محتوى من محتوى الإنشاء. اختر رابط موقع إلكتروني. وفي صفحة إنشاء رابط موقع إلكتروني، اكتب الاسم الخاص بالموقع الإلكتروني الذي سيتم عرضه في منطقة المحتوى. ثم اكتب عنوان الموقع. يجب أن تستخدم بروتوكول الـ HTTP. كما يمكن أن تنسخ عنوان الموقع من متصفح الإنترنت وتلصقه في هذه الخانة مباشرة. اكتب وصفاً مختصراً حول رابط هذا الموقع الإلكتروني والهدف منه. ثم قم بتعيين الخيارات. حدد نعم من أجل فتح الموقع في نافذة جديدة لعرض الموقع في إطار مستعرض جديد آخر خارج إطار المحتوى الخاص بالمقرر. حدد نعم من أجل السماح للمستخدمين بعرض هذا المحتوى. ثم حدد نعم أيضاً من أجل تتبع عدد المشاهدات. وحدد تاريخ ظهور هذا الرابط واختفائه بشكل اختياري. ثم اضغط إرسال. نشاهد الآن رسالة تم الإنشاء بنجاح. نلاحظ أنه تم إنشاء رابط الموقع الإلكتروني كآخر عنصر في هذه الصفحة. شكرا لمتابعتكم.